هنعمل مع بعض طريقة عمل بسكوت البرتقال. هنجيب 2 دقيق، 3/4 كوباية سكر بودرة، 1/2 كوباية زبدة بيضاية، كيس فانيليا، 1/2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1/2 كوباية عصير برتقال، معلقة صغيرة من بشر البرتقال أو ريحة البرتقال. تمام، هنضرب الزبدة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي لغاية ما يبقى القوام كريمي. هنضيف البيضاية والفانيليا وبشرة البرتقال دي أو ريحة البرتقال. هنضيف عصير البرتقال ونكمل ضرب. بعد كده هنحط الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر ونقلب بمعلقة خشب لغاية ما نحصل على العجينة. هنشكل البسكوت ونرصه في صاج وندخله الفرن لغاية أما ينضج على درجة حرارة 180. وبالهنا والشفا، نكهة البسكوت بالبرتقال.